رامي محمد الفليت رئيس اتحاد طلبة كلية الطب البيطري بجامعة طرابلس. طبعا كاسم المعرض اسم المعرض اللي هو معرض الزراعة والتربية الحيوانية والسمكية والداجنة، وبحكم نحن طلبة كلية الطب البيطري فلابد من مشاركتنا في هذا المعرض، بحكم أن اللي بيكون مسؤول على هذا الشيء اللي هو من ناحية العلاجات للحيوانات وكذا اللي هو الطبيب البيطري. واحد من السلوكيات التربية اللي هو كمربيين في ليبيا يشبح أن هل يقدر يوفر لحيوانه الكلفة والأكل وكل شيء، أن يكون زي ما نقوله إحنا خروف مليح باهي كذا، ما عادش يقدر حاليا. فتلقى أن حتى العدد القطيع وكل شيء ده أصغر مما كان عليه فيما سبق. زمان الناس كانت ترعى ب 300 400 500 خرفان وقت الربيع وما إلى ذلك، الآن ما فيش إلا 40 50 نتيجة الظروف الاقتصادية. السيد محمد عبد الله الضبع رئيس قسم الترويج في مركز تنمية الصادرات. مركز تنمية الصادرات أسس لدعم المصدر الليبي وتوفير الخدمات لجميع المنتجات الليبية، وأهم أهداف مركز تنمية الصادرات هو انتشار كلمة صنع في ليبيا في جميع أنحاء العالم. أكيد إحنا أي شركة أو مزرعة مسجلة عندنا في سجل المصدرين بمركز تنمية الصادرات نقدموا لها في أشكال مختلفة من الدعم، من ناحية الدورات التدريبية أو من ناحية توفير الوسائل سواء كانت للمزارع أو توفير مشاركات خارجية وداخلية المعارض للشركات، وكذلك المساهمة في نسبة معينة من الشحن. زيدان حفاظ زيدان مدير شركة تمور الذهبية. هو المنتج نفسه، لكن طريقة المعاملة متاع المنتج مع المنتج مش نفسه، لأن أنت لما تجيب تصدر لدول خارجية في معايير معينة تنفرض عليك، وهي هذا واحد من المشاكل اللي خلتنا ولا الثغرة اللي كنا نبغى نعبوها بشركة تمور الذهبية، أن احنا نوفر معايير التصدير ولا معايير العالمية للسوق المحلي. لأن احنا لما تجي تشوف على بالضبط زي ما قلت حضرتك، لما نجون نصدره في نفس المنتج من نفس البلاد بنفس الإمكانيات تصدروا فيه لبرا بمعايير عالية، بايليش لما نجون نوزعوا فيه في السوق المحلي نديروا فيه معايير؟ لأن ما فيش حد فارض. المهندس حميد الكبير متخصص في مجال الافات الزراعيه. والله ما شاء الله بالنسبه للحضور، ما شاء الله بالنسبه للسله، الله يبارك، من انتاج من الدرجه الاولى سواء تمور سواء زيت سواء عسل، من ما شاء الله الله يبارك في من الانتاج هذا. والله بالنسبه لهذه طبعا الاسعار اختلفت كبير، من كانت الاسعار مبالغ فيها شويه هيك، هي بسبب نقص في الامداد، مثل زي ما تقول ان الزيوت ما كانش من الانتاج، كان قليل السنه اللي فاتت بنتيجه العوامل المناخيه والظروف المناخيه اللي صايره، انما قله الامطار سبب، وحتى الافات الزراعيه حتى لها مشكله كبيره، والتمور حتى نفسها. لكن التمور بالنسبه للتمور ما شاء الله في انتاج التمور، الاسعار معقوله شويه الاسعار.